أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية العربية الدولية. نبدأ بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني ومقال للكاتب صباح الناصر يقول فيه المشهد سيكون أكثر سريالية، قراصنة تتقاتل على تقسيم الحمولة في لحظة غرق السفينة في البلد. المشهد السياسي العراقي باختصار هكذا هو: حرب روسيا في أوكرانيا أجبرت إدارة بايدن التي أهملت هي من جانبها الملف الشرق أوسطي إلى تلك اللحظة واتبعت سياسات متخبطة زادت الوضع إرباكا لغياب استراتيجية واضحة للسياسة الخارجية لإدارة بايدن. الواقع فرض نفسه كالعادة أيها السيدات والسادة. خلاف أيديولوجية الحزب الديمقراطي الأخلاقوية. ويقول الكاتب كذلك في هذا المشهد المتشابك: كل الاحتمالات واردة وممكنة، من الحرب إلى اتفاقيات ترضي المخاوف الأمنية للأطراف في المنطقة، وفي كلا الحالتين أذرع إيران في المنطقة سيتم قطعها تماما لتسهيل حلحلة الأزمات في الدول المعنية. خطوة إلى الأمام، هكذا يكتب الكاتب. ماذا يعني كل هذا للمشهد السياسي في العراق؟ فرص ما يسمى الإطار التنسيقية بتشكيل الحكومة بعد انسحاب التيار الصدري والاتجاه إلى انتخابات مبكرة باتت شبه مستحيلة. الهدف من تشكيل ناتو شرق أوسطي هو تحجيم إيران ونفوذها بالمنطقة. أي محاولة لإيران لدعم أذرعها السياسية والميليشياوية سيعقد الوضع بالنسبة لإيران وسيعد استفزازا يزيد من فرص تصعيد ضدها في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى إحياء مفاوضات النووي وتهدئة الوضع مع السعودية. سياسة إيران بعد الانتخابات العراقية كانت تتمحور حول تعطيل تشكيل حكومة خارج نفوذها، وفي هذا السياق استخدمت إيران الإطار التنسيقي والقضاء زيداني الموالي لها وسياسة الإرهاب بقصف أربيل بالصواريخ كرسائل تهديد للحزب الديمقراطي لنهيه عن التحالف مع الصدر. ما كان يجمع قوى الإطار المتناحرة وكل مناوراتهم كانت من أجل تعطيل تشكيل الحكومة، أي لم يمتلكوا أي مشروع بديل خلاف التعطيل. انسحاب الصدر وضع الإطار في مأزق ومعه إيران، مما سيتسبب في زيادة الانشقاقات والتصدع في صفوف جبهة إيران في العراق. أي الإطار التنسيقي المرجح استمرار حكومة الكاظم لفترة انتقالية قصيرة يتبعها تغيير أعمق في الداخل العراقي، فنحن بصدد احتمال كبير جدا بتغيير جذري في علاقات القوى داخل العراق تطيح بزعامات مرحلة ما بعد عام 2003 التي ما زالت بذهنية المكون والمحاصصة وتقسيم الغنائم واحتكار السلطة حسب مبدأ خاسر غالب رابح بكل الأحوال، ولم تدرك بعد حجم الإزاحة في العراق بعد تشرين 2019 والإزاحة الإقليمية والدولية بعد حرب أوكرانيا. يقول الكاتب علي حسين في مقال نشرته صحيفة المدى: ليس أمامك عزيز القارئ سوى أن تصدق السيد رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي، خصوصا عندما يصرف وقته الثمين هذه الأيام على تغريدات التويتر، يوما يغرد ساخرا من حكومة الأغلبية ويوما آخر يغرد من أجل الإسراع بإنجاز حكومة الشراكة، ويوما يخبرنا بأن ما جرى خلال الأعوام الماضية كان مؤامرة إمبريالية على المنجزات التي تحققت خلال فترة حكمه. ويضيف الكاتب قائلا: إن التغريدة الأخيرة فاقت ما قبلها وما بعدها، فقد أخبرنا السيد المالكي بأن شكل الحكومة القادم لا يتعلق بكونها حكومة خدمات أو حكومة خبراء في الاقتصاد والتنمية، ولا حكومة تحارب الفساد وتسعى إلى استعادة الأموال التي لفلفها السراق من خزينة الدولة، وإنما برأي السيد المالكي يجب أن تكون حكومة تضم الجميع ممن مارسوا العمل السياسي خلال 19 عاما الماضية. حكومة يجب أن تفصل على مقاس كل القوى السياسية التي مارست لعبة السياسة ولا تزال تضحك على عقول العراقيين بشعارات عن الوطنية والرفاهية والرخاء. فبعد ارتفاع أسعار النفط
أصبح الخير كثيرا، ومن حق جميع القوى السياسية أن تتمتع بهذه الخيرات وأن تذوق طعم المليارات. بعد قراءة تغريدة المالك الثورية أيقنت أن العراقيين نساء ورجالا يستحقون الجنة لسبب أساسي، لأنهم يتعرضون للكذب والنفاق والخديعة كل يوم وعلى مدى سنوات طويلة، ولم ينقرضوا ولم يصبهم الجنون أو الاكتئاب. كم هي بسيطة هموم العراقيين أن يعرفوا مثلا لماذا نتوسل دول الجوار من أجل الكهرباء، ولماذا نفرح حين يوافق البنك الدولي على التفكير بإقراضنا بضعة ملايين. نرجو إفادتنا. أنا لم أعد أتابع التفاصيل، فأنا مشغول بمتابعة أخبار المواطن البريطاني سعد المطلب الذي تفتحت قريحته على مقترح ثوري بإعادة السيد نور المالكي إلى منصب رئيس الوزراء، وضرب لنا مثلا بتشرشل الذي كانت بريطانيا تحتاجه في المراحل الصعبة. ولا بأس من أن يصبح لدينا تشرشل العراقي. للأسف يعاني السيد المالكي من مشكلة عميقة مع العراقيين. من يفتح سجل السنوات الثماني التي قضاها المالكي على رأس السلطة التنفيذية؟ من يحاسب المسؤولين على تحويل العراق إلى دولة أصابها الإفلاس وتربعت على عرش الدول الأكثر فسادا وخرابا؟ كيف استطاع سيد المالكي أن يتحدث عن دولة الرفاهية ولا تزال الناس تسأل أين أموال الكهرباء؟ ولماذا هرب فلاح السوداني بأموال الحصة التمويلية؟ قال صحيفة فاينانشال تايمز في تقرير أعدته مراسلتها هبة صالح من تونس إن آخر مرة تبنى فيها تونسيون دستوراً كانت بعد عامين تماماً من النقاشات، بحيث حدد مصير البلد بأنه المثال الوحيد الناجي من ثورات الربيع العربي في عام 2011، والديمقراطية الوحيدة التي نشأت من رماده، وبعد 8 أعوام تماماً يطلب من التونسيين الاستفتاء على دستور تم إعداده مسبقاً في 20 يوماً، وفي ظل رئيس أرسل الدبابات لإغلاق البرلمان فمنذ مدة، والرئيس قيس سعيد يحكم من خلال المراسيم وحل المجلس الذي يضمن استقلالية القضاء وعين رجاله في هيئة الانتخابات. وتقول المعارضة إن الدستور الذي سيطلب سعيد من التونسيين الاستفتاء عليه في 25 من شهر تموز جوليو هو مثال آخر عن انزلاق تونس نحو الحكم الشمولي. ونشرت مسودة الدستور قبل أسبوع، وسيزيد من صلاحيات الرئاسة وأعد في جلسات مغلقة من خبراء اختارهم سعيد بنفسه، وأبعد بعضهم نفسه عن الدستور الجديد. وقال صادق بالعيد الذي ترأس لجنة صياغة مسودة الدستور للصحافة المحلية يوم الأحد إن المسودة لا تشبه تلك التي قدمها في 20 من شهر حزيران يونيو، ووصفه بالخطير وربما قاد إلى نظام ديكتاتوري شائن. وينح الدستور المقترح الرئيس سلطة المطلقة على الحكومة والقضاء، ويسمح له بحل البرلمان والبقاء في الحكم بعد نهاية الفترتين المسموح له بهما، مدة كل منهما 5 أعوام، وذلك بذريعة تعرض البلد للخطر الشديد. وينص الدستور الجديد على مواد تقول إنه لا يمكن مساءلة الرئيس ومحاسبته على أفعاله. وعلق نجيب الشابي الذي كان عضوا في المجلس الذي صاغ الدستور الحالي في عام 2014 كانت عملية سليمة وشاملة وشفافة ورحب بها كل العالم، مضيفا أن الطريقة الحالية يناقض القانون الدولي والمعايير الدستورية، ونعاني في هذا البلد من أزمة سياسية واقتصادية ولا تحل عبر استفتاء. ويطالب الشابي وبقية كتل المعارضة بمقاطعة الاستفتاء نهاية الشهر الحالي. وتقول عائشة بن حسن نائبة رئيس نقابة القضاة في تونس إن سعيد عزل القضاة لرفضهم محاكمة معارضي سعيد السياسيين. شيرين أبو عاقلة. قال صحيفة نيويورك تايمز في تقرير أعده كل من باتريك كينغزلي ولارا جيكس إن النتيجة التي أعلنت عنها الحكومة الأمريكية مؤخرا بشأن الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية المعروفة شيرين أبو عاقلة، وأنها متضررة وتمنع من التوصل لنتيجة قاطعة، لن ترضي بالضرورة الفلسطينيين ولا عائلة الصحفية التي رأت
أن التركيز على الرصاصة هو محاولة إسرائيلية بحتة لحرف النظر عن الحقيقة، وهي أن الجيش الإسرائيلي هو ارتكب جريمة القتل، وربطت الصحيفة من جانبها بين موافقة السلطة الفلسطينية على تسليم الرصاصة للمنسق الأمني الأمريكي الجنرال مايكل فينزل، فجاءت من أجل حل المواجهة بين الطرف الفلسطيني والإسرائيلي قبل زيارة الرئيس جو بايدن للمنطقة. إن التحقيق الأمريكي توصل إلى أن الرصاصة التي قتلت أبو عقلي في شهر آيار مايو، وهي تغطي مداهمة إسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية، أطلقت على أكبر احتمال من الجانب الإسرائيلي، لكنها متضررة لتأكيد هذا. وتعلق الصحيفة أن نتيجة غير القاطعة للولايات المتحدة ستؤدي إلى تعميق الخلاف حول مقتل أبو عقلي الصحفي التي عملت لأكثر من ربع قرن في قناة الجزيرة القطرية. وبعد البان الأمريكي اتهمت عائلتها الولايات المتحدة بأنها تحاول تخفيف مسؤولية الإسرائيليين عن مقتل ابنتهم. وأشارت الصحيفة إلى تحقيق أجرته على مدى شهر، ووجد أن الرصاصة التي قتلت أبو عقل انطلقت من موقع قريب من قافلة عسكرية إسرائيلية ومن بندقية جندي في وحدة نخبة إسرائيلية. وتقول الصحيفة إن النتيجة الأمريكية جاءت بعد أسابيع من المواجهة التي رفض فيها الفلسطينيون تسليم الرصاصة للمحققين الإسرائيليين لعدم الثقة بها، بما رفض الإسرائيليون تسليم البندقية للفلسطينيين. بشكل جرى الولايات المتحدة للمواجهة ولعب دور الوسيط. وأضافت أن الحاجة للتوصل إلى حل أصبحت ملحة في الأيام القليلة الماضية، نظرا لأن الخلاف هدد بالتغطية على زيارة بايدن لإسرائيل والضفة الغربية، وهي أولى زيارة له إلى المنطقة منذ دخوله البيت الأبيض. قلل مراقبون غربيون من إمكانية اتجاه روسيا إلى استخدام السلاح النووي، معتبرين أن احتمالية استخدام تلك الأسلحة منخفضة للغاية، لكن مجلة فورين أفيرز ترى أن تلك الاحتمالات الضئيلة ما زالت تمثل تهديدا للأمن والسلم العالميين. فمنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا لوح بعض المسؤولين في موسكو وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام السلاح النووي في مواجهة الغرب، وهي التهديدات التي اعتبرها مراقبون غير جادة وخادعة، لكنها تبقى مرعبة في حال إقدام موسكو على ذلك. صدرت العديد من التحذيرات من أن استخدام روسيا الأسلحة النووية قد يمحو مدنا أوكرانية من على وجه الأرض، ويقتل عشرات الآلاف، ويرسل سحابة من التداعيات النووية فوق دول الناتو في أوروبا الغربية، وقد تخاطر موسكو باستخدام سلاحها النووي في محاولة لمنع الهزيمة عن طريق صدمة أوكرانيا وداعميها في الناتو ودفعهم إلى الانسحاب من المعركة. وفقا لفورين أفيرز، قد يفعل الروس ذلك عن طريق إطلاق سلاح نووي تكتيكي واحد أو عدد قليل من الأسلحة النووية التكتيكية ضد القوات الأوكرانية، أو عن طريق إحداث انفجار رمزي فوق منطقة فارغة. وقد يدفع ذلك الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو إلى الرد عن طريق ثلاثة خيارات، وهي استنكار خطابي للتفجير وعدم التصعيد العسكري، أو إطلاق العنان للأسلحة النووية، أو الامتناع عن هجوم نووي مضاد والدخول في حرب مباشرة مع روسيا بضربة جوية تقليدية واسعة النطاق وتعبئة القوات البرية، وفقا لفورين أفيرز. وتحذر المجلة ناتو من الاعتماد على سياسة موسكو لضبط النفس، لأن بوتين قد يلجأ للخيار النووي كمخاطرة مقبولة لإنهاء الحرب بشروط روسية. وقالت إن المنطق الروسي لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية قد يكون تخويف الناتو من دعم كييف عسكريا، وفي الوقت ذاته إجبار أوكرانيا على الاستسلام. ورأى مدير مشروع القوات النووية الروسية، زميل أبحاث سابق في معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا بافيل بوتفيغ، أن الصواريخ الروسية البالستية طويلة المدى المنتشرة على الأرض والغواصات هي الأسلحة النووية الوحيدة المتاحة للاستخدام الفوري لروسيا. يقول الكاتب مثنى عبد الله، قبل أقل من 3 سنوات تقريبا وصف الرئيس الفرنسي ماكرون حلف الناتو بأنه في حالة موت سريري، كما استخف الرئيس الأمريكي السابق، هو كذلك السابق ترامب، بالحلف،
وهدد بالانسحاب منه، واليوم يعلن الحلف عن مفهوم استراتيجي جديد في قمة استثنائية ويشهد توسعا في البلطيق على تخوم روسيا. فهل استفاق الناتو من حالته السابقة؟ وما المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف؟ وإذا كان الحلف قد استمتع بحالة من السلم والأوقات الهادئة التي سادت بين أربعينيات القرن المنصرم حتى غزو العراق وأفغانستان في بداية الألفية الثالثة، فإن التحديات التي يواجهها اليوم تبدو جمة. صحيح أن في الحلف دولاً أعضاء تمتلك ترسانة نووية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لكن التحدي الأول هو كيفية تفادي مواجهة نووية مع روسيا. يعد المفهوم الاستراتيجي هو المنظومة التي تحدد التوجهات والتحديات للسنوات العشر المقبلة للحلف، وكذلك طبيعة التصدي لها والرد عليها. وكان آخر تحديد للمفهوم الاستراتيجي قد حدث في عام 2000 في القمة التي عقدت آنذاك في مدريد أيضا. وقد أعلن الحلف في قمته الأخيرة مفهوما استراتيجيا جديدا يغطي السنوات العشر المقبلة، وتضمن زيادة حجم قوات التدخل السريع إلى 300,000 جندي، وزيادة الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا على المدين القريب والبعيد، ونشر قوات إضافية جاهزة للقتال على الجناح الشرقي لأوروبا. لكن الأبرز والأهم في هذا المفهوم الاستراتيجي الجديد هو تصنيف روسيا بأنها التهديد الأخطر على دول الحلف، وتصنيف الصين على أنها تهديد متصاعد وخطر مستقبلي. وهذه أول مرة في التاريخ يصف الحلف في وثيقة المفهوم تعظم قوة الصين العسكرية، وأنه يجب الانتباه إلى التحديات التي تمثلها. وإذا كانت خطورة روسيا قد أتت من غزوها لأوكرانيا، فإن التهديد الصيني للحلف جاء مدفوعا بالاستياء من موقفها في أوكرانيا، حيث رفضت إدانة الغزو الروسي كما يدعي الغرب، كما أنهم يقولون إن الشراكة العسكرية والاقتصادية بين موسكو وبيجين تتوثق. وعلى الرغم من أن بعض الأوروبيين يتحفظون على هذا الاتجاه ويرونه مطلبا يخص المصالح الأمريكية وليس الأوروبية، لكن المملكة المتحدة تدفع لتبني الرؤية الأمريكية تجاه الصين. وفي خبرنا اليوم، يشكل الرقص الشعبي جزءا من التراث والتقاليد التي يحافظ عليها الجزائريون ويعتدون بها على اختلاف أشكالها وأنواعها. من بين هذه الرقصات الشعبية رقصة البارود التراثية الفلكلورية التي ترتبط بالمقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي ارتباطا وثيقا، وإلى جانب رقصات شعبية وفلكلورية أخرى معروفة في الجزائر. تشتهر رقصة البارود في جنوب البلاد خاصة بمحافظة أدرار. اسم الرقصة مشتق من كلمة البارود، والرقصة خاصة بالرجال وتسمى أيضا حلقة البارود، حيث تتمثل في حلقة دائرية تدور من اليمين إلى اليسار يشكلها الراقصون وبلباس موحد. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.